كان لازمتها ايه بقى شحطتها من رشيد لاسكندريه كده طالما انت هتقضيها بحلقه وسرحان في البحر؟ مالك يا محمود؟ في ايه عايز تقولولي مش عارف تقولي يا محمود؟ انا نويت اسافر. وجع عصام اللي كان ساكن معانا في الشارع بعت لي دعوه عشان اروح له. برضك يا محمود يا ابن عبد الناصر نفذت اللي في دماغك. طب وديني لو فضلت احبك ولو فكرت في التاني بقى استصدر بالجزم. انتبهتي. اهدي عشان مش ههدى. انا غلطانه ستك تعمل فيا كده من الاول. يلعب ابو الحب يا اخي اللي يعمل كده في الواحد. يا بنت اهدي هتفرج علينا الناس. ما اتفرجوا ولا يغروا في داهية. انا غلطانه ما سمعتش كلام ابويا لما قال لي ان انت مش بتاع جواز اصلا وعيله مجنونه. بس يا بنت بقى اتفرجت علينا الناس اقعدي. مساء الخير. اهلا وسهلا. ما تتفضل مع التعبيط يا ابن اللي ناقصك. عاجبك كده؟ اتفضلي اقعدي اقعدي. اهو جنانك ده اللي كان مخليني مش عايز اقول لك. بردك كده يا محمود؟ كنت عايز تسافر من غير ما تقول لي؟ تفتكر ينفع؟ ما هو نفع اهو، اديك بتقول لي بعد ما جات لك الدعوه. مش عرفني انها كانت هتمشي. افتكرتها هتبوظ زي كل السفريات اللي قبل كده. عايز تسافر وتسيبني يا محمود؟ يا شيرين، انا وعادي هنا مش هيعمل اي حاجه. انت ليه مش قادره تصدقي ان انا مش الشاطر حسن اللي هاخدك على حصان ومسكنك في قصر عالي؟ انا بقيتش عارف انا عايز ايه ولا حتى نفسي في ايه. انا ما ينفعش احلم، انا حيطة سد يا بنت الناس. افهمي بقى. الحاجه الوحيده اللي فاهمها دلوقتي يا محمود ان انت ما بقتش تحبني. بالعكس، ده انا عشان بموت فيكي بقولك الكلام ده. يا شيرين انا حقيقي ما بقتش عارف بكره هيبقى عامل ازاي. حتى الشمس مديانا ضهرها يا عبد الرحيم. ده انا شفت شويه برد امبارح. الزنزانه الفاضيه بتخليك تشوف البرد بعينيك مش تحس بيه بس. انا حاسس لو فضلت كام كلها هتجنن. وفي ايه؟ انت وقعت مع الاخوه ولا ايه؟ عامل لي حمله مقاطعه. جرسه ودن يعني. طب اقوم انا بقى عشان ما يقرصوش قوي. عيب يا راجل اقعد. ايه؟ الشمس طالعه فين؟ ربك مع المنكسرين جابر. تضحك على ايه؟ فكرتني بالحاج جابر. زمانه بيلعن ابو اليوم اللي دخلنا فيه ورشته. ده راجل واطي. بدل ما يدافع عننا باعنا هو وبنته الله يلا بقى الله يسامحها. يا راجل حرام عليك. يعني هو كان هيقف قدام القطر عشاننا يعني؟ راجل كتر خيره انه شغلنا في ورشته. شفت؟ بيقول لك حصلت مظاهرات كبيرة امبارح في مصر واسكندرية والسويس والدنيا مقلوبة. ايوه صح، ده امبارح كان عيد الشرطة. ايوه، ما العيال بتوع الفيسبوك كانوا عاملين المظاهرات دي مخصوص في اليوم ده. أنا عارف، سمعتهم بيتكلموا لما كنت عند أحمد في شقته. أكيد أحمد وأبويا هينزلوا المظاهرات دول ما هيصدقوا. أنا خايف عليهم قوي يا عبد الرحيم، لا يجرالهم حاجة ولا يتقبض عليهم. ربك يستر. يا محمود رحت مني فين؟